نحن اليوم هنا في هذا اللقاء الصحفي الندوة صحفية جهوية لجهة الدار البيضاء للأقساط من أجل إبلاغ صوتنا للجميع وتوضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالنضال الذي نخوضه من أجل تحقيق مطالبنا العادلة ومشروعة. هذا اللقاء قد يكون فيه مجموعة من المحاور، تقريبا 4 محاور في المسار الكرونولوجي للتأسيس التنسيقية والنضال ديالها، فيه قراءة نقدية في النظام الأساسي الجديد، لماذا نحن نرفض هذا النظام وما هي المواد أو العناصر التي فيه استوجبت هذه الاستماتة في النضال، سوف نفصل في هذه الأمور. ثم هناك نقطة تتعلق بالملف المطلبي، يجب أن يكون واضحا ومعروفا لدى الجميع ما هي النقط الرئيسية التي من أجلها نحن نناضل، ما هي المطالب التي نعتبرها نحن عادلة ومشروعة. ثم كاين نقطة أخيرة هي في تتعلق بالحلول مآلات هذا النضال والحلول الممكنة. التدخل ديالي غادي يكون في المحور الثاني اللي كيتعلق بالقراءة النقدية لهذا النظام أساسا، وسنسلط الضوء على بعض المواد لأن الوقت لن يسعفه لكي الحديث عن هذا النظام بشكل مفصل، لكن سوف نحاول أن نسلط الضوء على بعض المواد التي سيظهر فيها كيف أنها مجحفة جدا، وكيف أنها فيها تراجعات عن مكتسبات سابقة، وكيف أن فيها يعني أيضا نوع من الثقل والضغط على الأستاذ بدون أن تكون هناك أي محفزات أو تحفيزات. وسيظهر جليا خلال تدخلنا أن هذا النظام لم يكن مواكبا ولم يكن في حجم الانتظارات التي كانت الشغيلة التعليمية تسعى لها. كانت واجد اليوم في ندوة صحفية في مقر التضامن الجامعي بالمغرب. الهدف من هذه الندوة هي أولا تعريف بالتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ثانيا تعريف بالملف المطلبي للتنسيقية، ثالثا التواصل مع باقي الشغيلة التعليمية في كل أو في جميع أشكال النضالية، ثم أيضا لتقديم مجموعة من المقترحات والحلول لمحاولة حل الأزمة التي يشهدها التعليم حاليا، وخاصة من خلال الشركاء والفرقاء، واعتبار أن التنسيقية هي شريك أساسي للمساهمة في حل هذه الأزمة.